عليك السلام. ابراهيم سعيد من الجيزه. انا ابني مريض كلى بقالي 5 سنين. ابني مريض كلى بقالي 5 سنين متشحط ادويه سيستول، وعايز اوصل لك باي طريقه. ما عرفتش اوصل لك يعني بصراحه. يعني بصيت طب انت جاي هنا فين؟ انا هنا والله، كنت جاي كده بالصدفه وربنا يسلمك. مع مراتي وابني ومعايا سعيد. ابنك ده؟ ده رجب. يا ساتر يا ساتر. خلاص خلاص خلاص. بس عايز اوريك الاستاذ طارق، يعني انا تعبان. هو عنده ايه يعني، كبد ولا كليه؟ كليتين عايزين يتغيروا. كليتين عايزين يتغيروا. بقاله قد ايه بقى كده؟ بقاله 5 سنين احنا متشحططين بيه. وعمره كام سنه؟ عنده 7 سنين رقم. 8 دلوقتي. ازيك يا حبيبي، اسمك ايه؟ رجب ابراهيم. ها؟ رجب ابراهيم سعيد. انت اسمك ايه؟ رجب ابراهيم سعيد. خالد؟ رجب ابراهيم سعيد. رجب؟ رجب شعبان رمضان صح؟ ربنا يشفيك يا رجب. يا رب. ربنا يشفي كل مريض. يا رب استاذ طارق. طب ايه يعني ده بيغسل؟ بيغسل يا استاذ طارق. تعالي يا امي. هو كان بيغسل بس وقف الغسيل لان كان بيتعب في الغسيل. لا مفيش حاجه كده، لازم تغسله. لا هو استاذ طارق ليه وقفه ده؟ هناك مستشفى محمد غنيم كان كنت اتعرفت على في المنصوره. في المنصوره بدل ما يدخلوا محمد غنيم راحوا مدخلونه الجامعي. ربنا يشفي كل مريض. طبعا احنا بنقابل الاف في الشارع، لكن النهارده بنشوف رجب وابوه ابراهيم سعيد. ابراهيم سعيد سواق تاكسي، بس الظروف طبعا مخبطه معايا وقاعد يا استاذ طارق. احنا هنحاول نساعدك بس عاوزك لو حد يعرف الاجابه. انت ما عرفتوش الاجابه. طب احنا هنقول لكم وهحاول اساعدكم. 8 تمانيات ازاي نخليهم 1000 بالجمع، يعني هنجمعهم. هو بصوا اللي هيجاوب هتروح لرجب. موافقين؟ الله يبارك لكم. دي ها؟ لا الثمان ثمانيات، استخدام الثمان ثمانيات. مسرح هات الجون اهو. ها؟ 188 زائد 88 زائد 8 زائد 8 زائد 8. طب انت عرفت؟ سمعتي؟ سمعتي عليه؟ 3 تمانيات زائد 8 زائد 8 زائد 8 8 8. فعلا 3 تمانيات زائد 88 زائد 8 زائد 8 زائد 8. والجايزة زي ما قلنا هتروح لرجب. رجب بنقدمه. نتمنى لو حد يعني نقول يساعده كده معانا، وانا هجيب تليفونه ويكسبه معانا. بنقول 8 تمانيات ازاي نخليهم 1000 اخر مرة. 88 لا 3 تمانيات زائد 88 زائد 88 زائد 8 88 فعلا تبقى 1000. وفعلا عيلة ابراهيم سعيد اللي بيشتغل سواق، اللي ابنه مريض وبيغسل كلى بقاله 5 سنين، نتمنى له الشفاء وتكسبوا معانا الجايزة. مبادرة هدية الرئيس 25,000 جنيه لرجب. الناس فرحانة. فرحان حبيبي.